أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر من زيادة لمعدلات التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي لمتابعة ملفات عمل الجهاز. خلال الاجتماع تطرق إلى موقف نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من شهر يناير وحتى نهاية أكتوبر 2023، حيث تمت الإشارة إلى أن الجهاز أتاح تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصل إجماليه إلى 4.1 مليار جنيه، فضلا عن تمويل 15600 مشروع بشمال سيناء يوفر 27300 فرصة عمل.